اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا. مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى. وأثني بحمد موارده سائغة هنية. ممتطئا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية. المعتقل في الغرر الكريمة والجبال. وأستنبح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلا. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فأقول هو سيدنا محمد
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية. ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة، الذي ينتمى الارتقاء لعلياه. ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه. ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية، وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى. ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى. ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومعتما. فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية، وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المعتقى. نسب تحسب العلا بحلا، قلدتها نجومها الجوزاء، حبذا عقد سودد وفخار أنت في
فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهدي ورواه. حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه. تركوا السفاح فلم يصبهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه. سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية. وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية. وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا. وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سودسية. وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنا. ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية. وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه. وتباشرت وحوش المشارك والمغارب ودوابها البحرية. واحتلت
احتست العوالم من السرور كأس حميا. وبشرت الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية. ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تام. وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية. وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدا. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم وسلم نورا يتلألأ سناه.